أحياناً يكون الكاش أفضل من الاستثمار، يعني كاش في اليد أحياناً وفي حالات بيكون أفضل لي. عصفور بإيد ولا عشرة عشر، صح ولا لا؟ هذا في الأمور الثانية، بس في الأمور المالية لا، ما ينفع. يفضل إنه يستثمر، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه في قاعدة بتقول إنه الفلوس إن لم تستثمر تتآكل. في إشي بيأكلها للفلوس، شو هو؟ اللي هو التضخم، اللي هو ارتفاع الأسعار. فأنا مقابل إنه أنا التضخم هو عبارة عن خسارة جزء من المال، فأنا شو بالمقابل أو المرادف؟ إنه أنا أستثمر. خليني أعطيك كده معادلة على الهواء كيف بيتم حساب التضخم والاستثمار وتكلفة الفرصة البديلة. أنا بدي أفترض إنه أنت من سنة معك مبلغ 100,000 درهم، تمام، حطها في البنك، البنك أعطاك 2% آخر السنة، طيب 100 ضرب 2 إذا صاروا 102,000. طيب التضخم عندنا كم؟ 3%، تضرب 100 ضرب 3% 3,000، صار قيمتهم 99,000 درهم. أنت ماسكة 102,000 في حسابك، بس القيمة الحقيقية 99,000 درهم. إذا الاستثمار يكون أفضل في هذه الحالة.